فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العاملون في الجمعيات الخيرية يستحقون الزكاة على أنهم من صنف العاملين عليها؟ العاملين عليها من صلاحيات ولي الأمر، هو اللي يعطي العاملين، أما عامة الناس ما يملكون هذا الشيء ولا يعطون الأجرة من الزكاة إلا إذا أعطاهم ولي الأمر بصفة أنهم يعملون على الزكاة، ما هم يعملون في المدرسة، يعملون بالزكاة، يجمعونها ويكيلونها ويحملونها ويسعون في جبايتها، ولي الأمر يعطيهم منها. نعم.